الواجب عليك دعوة الوالد إلى الحق وهدايته إلى الصراط المستقيم، كما دعا إبراهيم عليه السلام والده: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى آخر ما قاله إبراهيم عليه السلام. ودعوة الوالد يا أخواننا تتطلب أمرين. الأمر الأول الصراحة في النصيحة، لأن إبراهيم عليه السلام ما دس عليه الكلام، ما قال له يا أبوي أنت كويس وكذا وما عندك أي مشكلة. تتطلب الصراحة إنه البيع بتعمل فيه ده غلط، توصل لأنه غلط أو توصل له إنه غلط، والصح كذا مع الدليل من الكتاب والسنة. الأمر الثاني اللي يراعى يا أخواننا الأسلوب الحسن والطيب مع الوالد. لاحظ إبراهيم عليه السلام في الآيات من سورة مريم أربع مرات، أربع آيات وراء بعض، يقول لي يا أبتي في أول أي آية، ممكن كان يكتفي بالأولى ديك، يقول لي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يجي البعضية يقول له لا تعبد الشيطان، البعضية كذا إن الشيطان كرا، يقول له مع بعض، لكن كل مرة بيقول له شنو؟ يا أبتي يا أبتي. يتطلب يا أخواننا الأسلوب الحسن في الكلام مع الوالد، وأحيانا من الأسلوب الحسن إنه توصل له الدعوة بطريق غير مباشر، يعني تشغل محاضرة معينة أو كتاب، جيب الكتاب تخط له، ولو كان بيحب القراية خط له كتاب تحت المخدة تحت وتفوت، يجي يفقد الكتاب يعاين فيه. لو الكتاب فيه غلاف كده بتاع عالم هو بيكره بتاع وهابي ولا كده، حمام عبد الوهاب اقطع الغلاف، خلي الكتاب سايب بنو غلاف ادي له، يقعد يقلي بيقرا، يا سلام والله كلام سمح. بعد شويه بيبدا بناقش في نفسه، ده اسلوب من اساليب الدعوه. احيانا بعض الاباء هم شرسين، الولد ولا البيت ما يقدر يتكلم معه، ففي الحاله دي استخدم اساليب، شغل محاضره كده في البيت وانت في الغرفه اللي جاي وفي الغرفه اللي هنا، ودعلي الصوت شويه خليه يسمع، بتطقشوا كلبتين ثلاثه كده، ده بيزعل، ده من المشاغل الشريطه، اقفل، بيزعل اليوم الاول، اليوم الثاني شغلته دقشته كم كلمه. في اساليب يا اخوانا، الزول في النهايه بيعرف يسايس والده كيف يوصل له، بس تكون حريص على هدايته وايصال الهدايه له بصراحه، يعرف الغلط وشنو، ما تجيب لك كلام ثاني. يعني ما ممكن ابوك يكون عنده خلل في التوحيد وتتمشي تشغل له محاضره عن الاخلاق، اي محاضره الاخلاق دي هو ما عنده فيها مشكله، وده يعرف عن التوحيد، فتوصل له المعلومه، تجمع بين الصراحه وبين الاسلوب الحسن، اسلوب الجميل والاحسان له. ودي مساله مهمه، خاصه لو بقى هو الوالد مش الوالده. الوالده ممكن تكتفي بالمعامله الطيبه، تسلم عليه وكده والملاطفه، النساء دائما بيحبوا الاشياء العاطفيه اكثر من الاشياء الماديه، لكن ابوك دار قروش في الغالب، مش ابوك قروش فيه بتقدر تشتغل معه تمام. اهم شيء عند الوالد من البر ادفع له، والله تجي تدي ربطه كده يخطها تحت المخده ويرقد، تقول له ابوي والله يا اخي في محاضره سمحه كده، جيبها يا ولدي صوت سمحين من يوم كن، يقول لك ادي ربطه، هذا من البر يا اخوانا، ده مش ابتزاز. لاحظ في فرق بين الاستغلال والابتزاز، وانت زول تديه حاجه تبتزه بها، يعني لا، هذا بر واحسان. ودائما الانسان ذا اليد اللي عنده احسان بيكون اقرب للقلب. بس في اخوانك كلهم يقول لك والله ولدي ده، والله ولد فيه خير، انت عايل شوفه ياتو فيه، ده بكون بتاع الكاشات اللي بيدفع القروش، يقول لك والله ده ابرك ولد، لانه دائما الزول اللي عنده اليد عليك بيكون قريب لقلبك، وبالتالي انت ده تستخدمه. لكن انتبه الى النية، ما تستخدم ابتزاز لوالدك، لا، تستخدم بر واحسان، لانه عنده حق عليك، تحسن له وتبره وتصدق معه في المعامله، ان شاء الله حيكون كلامك مسموع اكثر من اخوانك كلهم.